Panda. I got broads in Atlanta. Since you thought me in the family. Credit cards in the scammers. Getting no licks in the band. Legacy. Yo, sam, خوش خوشي جيتك نفيد وجيت. هاد الفيديو هذا ما يكون دوني على الطيور ما ندوش على الكلام. هاد الفيديو هذا غندوي على الحوت راه ولا هاد. غنحاول هادشي نمشي لعيبة شحال هادي. وغنبارطاجيو معاهم ونبارطاجيو المشاكل اللي لقيت معاهم باش الناس اللي غيعرفو الحوت. قبل ما يشريو الحوت يعرفوا المعلومات هذوك انا ما كنتش عارفهم. اوكي اخوتي نمشيو دابا كيما كتشوفوا. المهم هي بالنسبه للكاميرا كنصور بها كامون كدور لها ليكرون هايا. المهم فلاش قدام بزاف اخوتي. ها هي اللي كنت داير لهم قبل. كانت عندي غير هذه صغيره بزاف وليت خديت لهم هذه اخوت كبيره كما كتشوفوا. الثمن تاع هادي 40 درهم والحجيرة هادي اللي داخل ب 20 درهم. هي هاد الحجرة الحلوة كيلعبو بها كما كتشوفوا. علاش فرقت درت 3 هنا و 3 هنا؟ المهم اخوتي سمحوا لي على الصداع. المهم اخوتي دابا جيت للطواليت باش نصور لكم باش نبعدو على الصداع. واصلا خصني ندفنهم الحوض ديالهم. اخوتي جبت واحدة هنا واحدة هنا. المهم اخوتي كما قلت لكم هذا ب 40 درهم الحجيره اللي داخل. جبتوها تاري بارد الماء. حجرة ب 20 درهم كيدخلوا وسطها وكيلعبوا بها وداك الشيء. هي 20 درهم. والحوت اخوتي هذا اللي تهزوا به هذا في اللون ب 20 درهم الوحده. والقري هذا اخوتي 15 درهم الواحد. الليمون اخوتي هو ارخص واحد 10 درهم كما كتشوفوا هنا. بقى عندي واحد الدريه 15 درهم خديتها وهادو 10 درهم. وخوتي البلا لازم حيد الصوم. اوكي البلا اللي وقع لي معاهم خوتي دابا راه متولي 3 جوج ليمونين وحده كان عندي الزرق زوينه كنت شاريه ب 20 درهم الزرق زوينه وجوج ليمونين ب 10 وديجا كانت وحده مات ليا قبل. اوكي كنت خوتي مجمعهم كاملين شحال تقريبا كنت جامع تسعود وقيل تسعود كنت جامع اخوتي تسعود في هذا بوحدو هذا كنت جامع تسعود في هذا ومات لي واحدة ليمونية كنت فقت الصباح لقيتها ميتة حيدتها وعاودت عاودتني ديك النهار وقيلا بالليل ولا غدا ليه بالليل لقيت الزرقة ديك اللي قلت لكم الزرقة كانت زوينة اختارت انا هاديك لقيتها بحال بتموت هي كتحرك ولكن كتخرج منها الروح صافي نسحب لي مات هزيتها وهي تركل اخوتي طيح طاحت في الارض طاحت ورا واحد اللعيبه ديك اللعيبه خصني نحيدها وتقيله عاد ممكن نجبد الحوده ما جيت اخوتي في الحيد هذيك ونجبد الحوده حتى مات وعاوتاني لعبت ليها كتحوده مات وعرفت السبب بانه كانوا مجموعين كاملين في هذا القفص هذا كما كتشوفوا كانوا مجموعين ما فيش في القفص يا ربي تمام كانوا مجموعين في ال في هاد الكواريوم الصغير ويموتو حتى خوتي الما فيه الاكسجين ياك والاكسجين قليل عليهم ماشي هنا درت 3 دابا راه كافيهم ودرت 3 هنايا كافيهم هذا ماشي بزاف المهم كافيهم يعني ما بقاش كاين بقاش يموتو شحال ما مات لي وحده كاين عطيهم ما كنتهم كل مع وخوتي وحاجه اخرى اللي كانت تقتلهم اللي خصكم تعرفوا اللي كتقتل الحوت هي كيما كتسمع واحد المثل تيقول لك عندك عقل ديال الحوت هاد الحوت اخوتي كياكل وما كي وما كيعرفش بانه راه شبعان صافي راه شبع راه كلا هي كيبقى ياكل داكشي اخوتي خصهم تعطيهم داكشي مزيان وهذا باش ياكل وحتى كثرت الماكله راه غيموت ليكم اخوتي ما تعطيوش الماكله بزاف انا هاد اللي الله عرفت انا هذا اخوتي داك المثل اللي المثل المغربي اللي خصك تعرفو تيقول لك عقلك ديال بحال الحوت حتى خوت عقل الحوت ما كيعرفش بانه راه كلا وشبع والحمد لله صافي بارك عليك المهم ما هنايا دابا خوتي غادي نضف لهم الاضاءه دابا نضف لهم هادو ديالهم وشريت اخوتي اليوم هاد الحجر الملون هاهو 10 درهم نص كيلو ب 20 درهم نوريكم المهم اخوتي نضف هادو ديالهم نوريكم مع المسخ المهم غنعمر هذا غندير فيه الماء وغنحطو هنايا وندخلو هادو بجوج
المهم اخوتي ما عقدت فيه خليته عند دابا تقعد للدار يلا المهم قال لي شي لعيبه ما عقدتش في وصلت المهم كما قلت لكم نضف لهم هذا الشيء راه موسخ ها هو نضف لهم كما قلت لكم نحطهم هما هنايا ونضف لهم داك الشيء ديالها غادي غير نخوي الماء ونقل الحجر نشللو ونرد الحجر ونرد لهم هادي ونردهم بلاصتهم كما كتشوفو الاخر من ها هو اخوتي المهم يلا اخوتي نطفي واتصرف عليكم بيس المهم اخوتي دابا راه نضفت لهم القفاز ديالهم ولكن خصني ناخذ لهم هنا الملحه ديالهم والكلور كيساعد كي تاع الماء وداك الشيء ها هو درت لكم اخوتي عليه فيديو لا هذا ما درتو المهم هذا الثمن تاعو شي 10 دراهم 10 واقيلا 10 ما هو فيه شي 20 وحده لا 10 دراهم 20 وحده كديرو كدير 3 الحبات في 10 يطرا انا اخوتي غادي ندير غير وحده بركه واحد غادي يحط قليل اخوتي نجي حبات شي ونديرو المهم انا ديال الصغار حنا الكبار هذا اللي حط لك باش قداش شي اخو اللي شحال فيه طيون واخا تاع دراو شي هذا صغار طيون مي وحيده طيون هذا راه كيدوب اخو كيدوب وحيده انا نحطو هاي شي اخو كيخرج منو فقاعات المهم اخوتي كان دورك في الفيديو باش تخدم واحد لايك سيرتو بارطاجيو الفيديو مع شريانكم كيما وريتكم ريتكم الاثمنه الحوت وشحال من حاجه just like a rock star.